ستستضيف روسيا للمرة الأولى بطولة كأس العالم لكرة القدم من 14 من يونيو ولغاية 15 من يوليو 2018، وسيدافع المنتخب الألماني عن اللقب الذي أحرزه في البرازيل في بطولة 2014. 12 ملعباً في 11 مدينة واقعة في 3 مناطق توقيت مختلفة ستستضيف المنتخبات 32 المتأهلة إلى النسخة 21 من بطولة كأس العالم، وستقام مباراة الافتتاح والختام في موسكو في ملعب لوجنيكي الأسطوري الذي عرف سابقاً باسم ملعب لينين، وهو يتسع لأكثر من 80,000 متفرج. وبهدف الحد من تنقل المنتخبات خلال دور المجموعات، وزعت الملاعب على 4 مناطق جغرافية، في الشمال الغربي كالينينغراد وسان بطرسبرغ، في الوسط موسكو ونيجني نوفغورود، في الشرق سارانسك وقازان وسامارا وإيكاترينبورغ، وفي الجنوب فولغوغراد وروستوف أون دون وسوتشي. متوسط المسافة التي تفصل بين مدينة وأخرى هو 600 كيلومتر، في حين تفصل 3000 كيلومتر المدينة المضيفة الواقعة في أقصى الشرق عن تلك الواقعة في أقصى الغرب. بذلك تعد مسألة تنقل المشجعين والرياضيين نقطة حساسة جداً في هذه البطولة، وبالتالي فإن التدابير الأمنية تشكل التحدي الأكبر في هذا العرس الرياضي، مع وجود تهديد مزدوج يثقل كاهل روسيا إن لناحية الإرهابيين الجهاديين أو مثيري الشغب الروس والأجانب.